هل ثبت أن في شهر رجب عبادات خاصة برجب؟ والجواب أيها الأحبة أن شهر رجب من الأشهر الحرم، فهو رابع الأشهر الحرم. وقد ذكر كثير من السلف أن الأشهر الحرم يعظم فيها الظلم وتعظم فيها المعصية أكثر منها في غيرها. ليس معنى ذلك أن تكون السيئة بسيئتين أو بعشر، ولكن المقصود أن السيئة في شهر رجب تكون أعظم منها في غير الأشهر الحرم، وذلك لفضل الزمان. والمعلوم أن السيئة تقبح ويشتد قبحها إذا فعلت في مكان فاضل أو فعلت في زمان فاضل. فليس الكذب في الشارع كالكذب في المسجد، وليس الكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب في غيره من المساجد، وليس التصوير في الشارع كالتصوير في المسجد، وليس التصوير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالتصوير في سائر المساجد. كذلك ليست المعصية في غير شهر رمضان كالمعصية في رمضان، وليست المعصية في الأشهر غير الحرم كالمعصية في الأشهر الحرم. أما أن يكون لشهر رجب عبادات خاصة مستقلة فلم يثبت من ذلك شيء، بل كل الأحاديث التي تذكر في هذا الباب حكم على أكثرها العلماء بالوضع، وعلى بعضها بالضعف الشديد. فليس لشهر رجب دعاء خاص به، إذا دخل شهر رجب يقال فيه، ولا ذكر مخصوص في شهر رجب يلتزمه الإنسان ويردده في شهر رجب، وليس لشهر رجب صلاة خاصة تقام في أوله كالصلاة التي تسمى بصلاة قل هو الله أحد، أو الصلاة التي تسمى بالرغائب، فإنها لم تثبت وفعلها بدعة من البدع. وكذلك ليس لشهر رجب صيام يخصه، فلا يشرع للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر رجب لأنه شهر رجب، بل قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يفعل العبادة المشروعة في غير شهر رجب في شهر رجب لتعظيم شهر رجب، ولكنه يفعلها لكونها عبادة مشروعة. بمعنى صيام الاثنين والخميس سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الصيام، فمشروع للمؤمن أن يحافظ على صيام يوم الاثنين والخميس. لكن لا يجوز للمسلم أن يصوم الاثنين مثلا في رجب لتعظيم شهر رجب، وإنما يصوم الاثنين في رجب لصيام يوم الاثنين ولصيام يوم الخميس.